جنه في عافيها ثمينه دار الريوم الخرد الخود مولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود جنه في عافيها ثمينه دار الريوم الخرد الخود مولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود وبدعم من سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة مستمرة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في المنطقة الغربية وتنظيم لجنة البرامج والفعاليات التراثية والثقافية في أبو ظبي. حياكم الله حضورنا الكريم سواء من المشاركين ولا كل حلال أو من زوار لهذا المهرجان المميز. مرحبا بالجميع والأشواط والنتائج وصلت يا أهل المحليات، النتائج وصلت يا أهل المجاهيم، النتائج وصلت. وما راح أطول عليكم، راح أعلن نتيجة شوط أجمل 6 فرديات محليات الأصايل مفاريد. شوط أجمل 6 فرديات وأجمل مفرودة في هذا الشوط بنتعرف على راعيها وعلى اسمها، وأجمل 6 فرديات محليات الأصايل فاريد راح أعلن الثلاث مراكز الأولى. وقبل أن أعلن المراكز أنوه لكل الفائزين في الأشواط بالمركز الأول فقط أنه يكون متواجد معنا في المنصة، إذا سمع اسم المركز الأول في أي شوط يكون متواجد في المنصة. وأبدأ بإعلان المركز الثالث في شوط أجمل 6 فرديات محليات الأصايل مفاريد، والمركز الثالث 91 درجة من الإمارات. ألف مبروك المركز الثالث لسعيد محمد راشد محمد المنصوري المارية رقم 8 المارية، سعيد محمد راشد محمد المنصوري ب 91 درجة المركز الثالث في شوط أجمل 6 فرديات محليات الأصايل مفاريد. المركز الثاني والأول، الأول والثاني ما بين إعلان وسلطة، إعلان وسلطة القطر ولا الإمارات؟ الناموس في الظفرة هني بيتوجه القطر أم بيبقى في الظفرة؟ قطر والإمارات وما بين راعي إعلان مبارك إبداح مبارك الهاجري وما بين راعي سلطة علي سالم عبيد بن هياي المنصوري، والنتائج تقول 95% و92%. 95 ذهبت لمن؟ الإعلان ولا سلطة؟ 95% وناموس هذا الشوط وأجمل مفرودة في مهرجان الظفرة. القطر ولا للإمارات؟ بن هياي ولا الهاجري؟ عندك يا المنصوري ولا عند الهاجري؟ والناموس واحد والناموس للجميع
وين بيتوجه اجمل مفروده، اجمل مفروده في شوط اجمل ست فرديات في مهرجان الظفره. ذهب الى 1000 مبروك علي سالم عبيد بن هياي المنصوري. اجمل مفروده مالك سلطه ورقمها 16 ب95. بالمية المركز الثاني ذهب الى اعلان ورقمها 10 والنومس، ومبارك لمبارك بداح مبارك الهاجري من قطر ب92 درجة المركز الثاني. اعيد اعلان الثلاث مراكز الاولى، الاول سلطة رقمها 16 ب95%، الثاني اعلان ورقمها 10 ب92%، المركز الثالث المارية ورقمها 8 ب91 درجة. هذا كان اعلان اجمل ست فرديات محليات الاصايل بفاريد. الان اعلن نتيجة أجمل ست فرديات محليات الأصايل حقايق. يا أهل الحقايق، راح أعلن الثلاث مراكز الأولى في هذا الشوط الأجمل ست فرديات محليات الأصايل في مهرجان الظفرة، في مهرجان الظفرة وأهل الحقايق المحليات. وأجمل أجمل أجمل حقة بنشوف أجمل حقة في هذا الشوط وفي مهرجان الظفرة. لمن بتكون ناموس هذا الشوط؟ راح اعلن المركز الثالث في شوط اجمل ست فرديات للمحليات الاصايل حقايق. الشوط مميز وكل الاشواط مميزه، وبنتيجه 85% المركز الثالث في هذا الشوط ذهب الى عمان بخيت مسلم سعيد مسن الكثيري مالك ثمريت ورقمها 25 والناموس يا بخيت. المركز الثالث في شوط اجمل ست فرديات محليات الاصايل حقايق. المركز الثاني والمركز الاول، المركز الاول والثاني في الامارات. اذا الناموس بيبقى في الظفره وفي الامارات، وبنتيجه 97 المركز الاول و91 المركز الثاني. 97 المركز الاول و91 المركز الثاني، والمنافسه ما بين غزلان ومذهله، مذهله وغزلان، وما بين احمد مبارك منيف المنصوري وعبد العزيز محمد عايض علي القحطاني. والناموس في الامارات، وين بيذهب؟ المالك غزلان ولا مالك مذهله؟ مذهله ولا غزلان؟ مذهله تحمل الرقم 20 وغزلان الرقم 15 ونسبه 97. وناموس هذا الشوط واجمل حقه للمحليات الاصايل في مهرجان الظفره في دورته الثامنه يذهب الى 1000 مبروك يا راعي مذهله احمد مبارك منيف المنصوري ب97 درجة. مالك مذهله ورقمها 20 الناموس يا احمد بن مبارك منيف المنصوري ب97 درجة. المركز الثاني ذهب الى مالك غزلان عبد العزيز محمد عايض القحطاني، ونقول الناموس ب91 درجة، غزلان تحمل الرقم 15. مبروك يا راعي مذهله نتيجه ونسبه مميزه ب97 درجه. راعي مذهله يحقق اجمل حقه للفرديات المحليات الاصايل في مهرجان الظفره ومزاينه الظفره. اعيد اعلان نتائج الثلاث الاولى في هذا الشوط. المركز الاول مذهله ورقمها 20، المركز الثاني 15 لغزلان، المركز الثالث تمريت ورقمها 25. الآن أعلن نتيجة شوط أجمل ست فرديات المحليات الأصايل للقاية. وينكم يا أهل اللقاية؟ أهل المحليات. وراح أعلن الثلاث مراكز الأولى والمركز الثالث. المركز الثالث ذهب إلى الإمارات بنسبة 90%. المركز الثالث 1000 مبروك المعالي علي سالم بن ونيس الكعبي مالك جبارة ورقمها 30 جبارة ب90 درجة، تحقق المركز الثالث في أجمل ست فرديات محليات الأصايل لقاية. المركز الثاني والمركز الأول، المركز الثاني والمركز الأول في اللقاية محليات، والمركز الأول ب95 درجة، المركز الثاني ب93 درجة. المنافسة ما بين نشبه ومغذة ما بين سهيل حمد سالم عنود العامري ومحمد عايض علي القحطاني.
السهيل يملك مغثة، ومحمد بن عايض يملك نشبة، وخمسة وتسعين وثلاثة وتسعين، وناموس هذا الشور، والمركز الأول وين بيتوجه؟ عندك يا بن عنودة ولا بن عايض القحطاني؟ عندك يا بن عنودة ولا عند بن عايض؟ والكلمة ناموس وفايز، والناموس وألف ألف مبروك، ألف مبروك بخمسة وتسعين درجة. السهيل حمد سالم عنود العامري المركز الأول مغثة رقم 40 بخمسة وتسعين درجة. المركز الثاني ذهب إلى نشبة رقم 35، والناموس محمد عايض القحطاني 93 درجة المركز الثاني. إذا نعيد المراكز الأولى الثلاثة، الأول مغثة ورقم 40، الثاني نشبة ورقم 35، الثالث جبارة ورقم 30. ألف مبروك لجميع المكرمين. الآن أعلن شوط أجمل ست فرديات محليات الأصايل إذاع محليات الأصايل، وأجمل ست، وراح أبتدي بالمركز الثالث. والمركز الثالث في الإمارات باثنين وتسعين إلى أدنك 55، ومالك خويتم عبد الله خويتم الراشدي باثنين وتسعين درجة. أدنك تحقق المركز الثالث في أجمل ست فرديات محليات الأصايل إذاع. الآن المركز الأول والمركز الثاني، المركز الأول والثاني، وما بين الإمارات وقطر، ناموس الإذاع وأجمل إذاعة في هذا المهرجان. هل بتتوجه لقطر أم ستبقى في الإمارات؟ ناموس هذا الشوط ما بين دمعة تحمل الرقم 45 والظبي تحمل الرقم 50. ناموس هذا الشوط هل بيتوجه لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أم إلى حصين سعيد الكميت الخيارين؟ وبيروح 97 درجة المركز الأول و95 درجة المركز الثاني، والدرجة 97 درجة مميزة. وناموس أجمل إذاعة في مهرجان الظفرة، في أجمل شوط، في أجمل ست فرديات محليات الأصايل إذاع، وأجمل إذاعة ب 97، والناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مالك الظبي ورقمه 50 المركز الأول، وأجمل إذاعة في الشوط المفتوح لأجمل ست فرديات محليات الأصايل إذاع. إذا المركز الثاني يذهب إلى حصين سعيد الكميت الخيارين من قطر ب 95 درجة، مالك دمعة ورقمها 45. أعيد إعلان الثلاث مراكز الأولى، الظبي ورقمها 50، دمعة ورقمها 45، أدنك ورقمها 55. كان إعلان أجمل ست فرديات محليات الأصايل إذاع. الآن ما زال الإعلان مستمر، ما زال الإعلان مستمر، وراح أعلن شوط أجمل ست فرديات محليات الأصايل للثنايا. وين يا أهلي المحليات؟ جاهزين؟ جاهزين بالثلاث مراكز الأولى في شوط أجمل ست فرديات محليات الأصايل للثنايا، للثنايا. والمركز الثالث، المركز الثالث، قبل أعلن المركز الثالث، المنافسة في هذه المنافسة في الثلاث مراكز الأولى ما بين الظفرة ومنصورة وسرابة، الظفرة ومنصورة وسرابة في أجمل ست فرديات محليات الأصايل ثنايا. والمركز الثالث بواحد وتسعين درجة ذهب إلى علي سالم عبيد بن هياي المنصوري مالك سرابة ورقمه 60 بواحد وتسعين درجة من الإمارات، المركز الثالث في أجمل ست فرديات محليات الأصايل ثنايا. المنافسة في المركز الأول والثاني ما بين الظفرة ومنصورة، منصورة والظفرة، الظفرة ومنصورة بين مبارك عبد الله ضابط الدوسري من قطر ويملك الظفرة، وما بين سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مالك منصورة. وين بتروح هذه النتيجة المميزة بخمسة وتسعين درجة؟ الخمسة وتسعين درجة لمن؟ والمركز الأول لمن؟ وين؟ وين ناموس؟ وين ناموس؟ نقول ألف
ألف مبروك لمالك منصور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بخمسة وتسعين درجة الناموس يا مالك منصور سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة بخمسة وتسعين درجة يا منصورة ومنصورة تحمل رقم 65 ومنصورة انتصرت في هذا الشوط وخذت المركز الأول المركز الثاني ذهب إلى الظفرة ورقمها 70 ومبروك والناموس المبارك عبد الله ضابط الدوسري من قطر ب 93 درجة المركز الثاني مالك سراب المركز الثالث علي سالم بيت بن هياي المنصوري ب 91 درجة مبروك والناموس للجميع ألف ألف مبروك الآن أعلن نتيجة شوط أجمل ست فرديات محليات الأصاي الحول ويا أهل الحول ويا أهل المحليات أجمل ست فرديات في مهرجان الظفرة في مزاينة الظفرة في دورته الثامنة أعلن الثلاث مراكز الأولى المركز الثالث وقبل لا أعلن المركز الثالث المنافسة بين ثلاث أسامي كلنا أسامي مميزة بين وحش وسرابة وفعال الخليج بين سرابة وفعال الخليج ووحش هذه المنافسة بينهم والنتائج إخواني مشاهدينا والدرجات كبيرة المركز الأول في هذا الشوط كان ب 98 درجة المركز الثاني ب 95 درجة المركز الثالث ب 93 ب 94 درجة وين بيروح المركز الثالث اولا في هذا الشوط شوط اجمل ست فرديات محليات الاصاي الحول المركز الثالث ب 94 درجه ذهب الى قطر مع سرابه مبارك عبد الله مبارك ضابط الدوسري مالك سرابه المركز الثالث ب 94 درجه رقم سرابه 75 وحققت المركز الثالث الان ناموس الحول واجمل ست فرديات وباقي في الامارات ما راح موجود في الإمارات ب 98 درجة المركز الأول و 95 درجة المركز الأول واللي يملك وما بين فعال الخليج ووحش وحش يملك الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان أفعال الخليج يملك السيد اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وين هذا الناموس والمركز الأول وين بيروح ب 98 درجة 98 ومبروك ألف مبروك يا فعال الخليج تفعلها اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان المركز الأول وناموس هذا الشوط مع فعال الخليج ورقمها 80 ب 98 درجة المركز الثاني الوحش ورقمها 85 والناموس للشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان ب 95 درجة المركز الثالث السرابة و 75 رقمها مبارك عبد الله مبارك ضابط الدوسري من قطر ب 94 درجة مبروك والناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ناموس هذا الشوط شوط المحليات الأصايل حول وأجمل ست فرديات لأفعال الخليج وبنتيجة مميزة 98% يا أهل المجاهيم يا أهل المجاهيم النتائج أوصلت نبغي نسمع تحية المجاهيم أنا دائما أقول المجاهيم أيضا لهم حضور خاص بالإضافة للمحليات يستاهلون راح أعلن شوط المفتوح لأجمل ست فرديات مجاهيم مفاريد راح أعلن الثلاث مراكز الأولى في أجمل ست فرديات مجاهيم فاريد والمراكز الثلاث والتنافس ما بين مصوبة واللاهي ومتيهة بين اللاهي ومتيهة ومصوبة وراح أعلن المركز الثالث والمركز الثالث بواحد وتسعين درجة ذهب إلى عبد الله عبيد كردوس عبيد العامري مالك اللاهي ب 91 درجة المركز الثالث ورقم الله 27
التنافس لأجمل مفرودة ما بين مصوبة ومتيهة ما بين صالح علي أحمد مبارك هادي المنصوري وفيد فرج هادي هليل الغفران وهل بيتوجه القطر أم بيبقى في الإمارات في الإمارات أو في قطر. ناموس واحد والناموس لجميع ملاك هذا الحلال. ألف مبروك نقول ب95 درجة. ألف مبروك أجمل مفرودة بالمجاهيم في شوط أجمل 6 فرديات والناموس. وألف ألف ألف مبروكي لك يا المنصوري مالك متية صالح علي أحمد مبارك هادي المنصوري ب95 درجة لمتية المركز الأول و25 رقم تيها المركز الأول ب95 درجة. الناموس أيضا ومبروك المالك مصوبة ورقم 28 فهيد فرج هادي هليل الغفران من قطر ب93 درجة. الناموس يا ابن هادي المنصوري على هذه النتيجة الطيبة. طبعا نطلب من مالك مصوبة اللي حققت المركز الثاني مراجعة لجنة التشبيه. الناموس لأجمل مفرودة للمجاهيم امتيها ومبروك يا مالك امتيها هذه النتيجة المميزة. أعلن شوط أجمل 6 فرديات مجاهيم حقايق وين أجمل حقة في مهرجان الظفرة الوين بيروح الناموس. راح أعلن أول 3 مراكز الأولى في هذا الشوط المفتوح لأجمل 6 فرديات مجاهيم فئة الحقائق والحقائق. المركز الثالث في المجاهيم ذهب إلى السعودية ب91 درجة مع مطرف فهد مطرف السبيعي مالك العنيدة ورقم 38 والناموس يا مالك العنيدة ب91 درجة. المركز الثالث المنافسة ما بين العشوة وشيخة المناصير العشوة يملك محمد سالم علي غريب العامري وشيخة المناصير يملك سالمين عيد حمود المنصوري والناموس بيذهب لك يا العامري ولا لك يا المنصوري والناموس واحد والناموس في الإمارات وبيبقى في الإمارات ب98 درجة المركز الأول 97 درجة المركز الأول فرق نقطة ونتيجة مميزة 98 وناموس هذا الشوط. هل بيتوجه إلى شيخة المناصير ولا إلى العشوة ولا شيخة المناصير؟ مبروك والناموس وألف ألف ألف مبروك المالك العشوة محمد سالم علي غريب العامري 98 درجة المالك العشوة المركز الأول وأجمل حقة في أجمل 6 فرديات مجاهيم في الشوط المفتوح. مبروك يا مالك العشوة والعشوة تحمل الرقم 35 ب98 درجة ب97 درجة أيضا نقول مبروك والناموس المركز الثاني لشيخة المناصير تحمل رقم 36 والناموس يا سالمين عيد حمود المنصوري المركز الثاني ب97 درجة فرق نقطة واحدة أيضا الناموس يستمل. راعي المركز الثالث مطرف فهد مطرف السبيعي ب91 درجة مع العنيدة ومبروك العامري أجمل حقة يا مالك العشوة مبروك يا راعي العشوة هذه النتيجة المميزة. أعيد الثلاث مراكز الأولى في أجمل 6 فرديات مجاهيم حقايق. المركز الأول العشوة محمد سالم علي غريب العامري 98 درجة. المركز الثاني شيخة المناصير سالمين عيد حمود المنصوري ب97 درجة. المركز الثالث العنيدة رقم 38 مطرف فهد مطرف السبيعي ب91 درجة. الآن أعلن الشوط المفتوح لأجمل 6 فرديات مجاهيم لقايا ويكم يا للقايا وأجمل لقية بتكون
في المجاهيف مهرجان الظفرة بنشوف. بنشوف هذا الشوط وين بيتوجه. الثلاث مراكز الأولى في شوط أجمل ست فرديات للمجاهيم اللقاية. راح أعلن الثلاث مراكز الأولى، ولكن قبل أن أعلنها المنافسة ما بين الوافية ومخوفة والعاصفة. الوافية تحمل رقم 44، مخوفة تحمل رقم 43، العاصفة تحمل الرقم 42. وين بيروح الناموس؟ الناموس، ناموس هذا الشوط وين بيروح؟ النتائج كالتالي: المركز الأول 96، والثاني 94، والثالث 90. الثالث 90 ومن حقق 90 درجة. والمركز الثالث، المركز الثالث للقاية مجاهيم أجمل ست فرديات ذهب إلى قطر مع زيد علي محمد شراب القرح مالك مخوفة بثلاثة، وتحمل رقم 43 بتسعين درجة إلى قطر. المركز الثالث زيد علي محمد شراب القرح مالك مخوفة. المركز الأول والثاني، والمنافسة ما بين الوافية والعاصفة، العاصفة والوافية، الوافية والعاصفة، و96 درجة و94 درجة. الوافية يملكها الشيخة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، والعاصفة يملكها ناصر محمد العوضي يحيى المنهالي. وين بيروح هذا الناموس؟ وأجمل لقية وأجمل ست فرديات مجاهيم لقاية هذا الشوط وناموسه بيذهب للوافية ولا العاصفة؟ العاصفة ولا الوافية؟ ومبروك، ألف مبروك، والناموس يا المنهالي مالك العاصفة ناصر محمد العوضي يحيى المنهالي 96 درجة مالك العاصفة 42 رقم المركز الأول. وأجمل لقية في شوط أجمل فرديات مجاهيم لقاية يذهب لناصر محمد العوضي يحيى المنهالي 96 درجة. المركز الثاني ذهب إلى الوافية رقم 44 وتملكه والناموس، ومبروك للشيخة بنت ذياب بن سيف آل نهيان ب 94 درجة. يستاهلون التحية. طبعا مخرجنا العزيز يضع لكم لقطات ايضا، حضورنا الكريم في المنصة عبر الشاشات يضع لكم بعض اللقطات ايضا للحظات الفرح والناموس، ويستاهلون والناموس. حضورنا الكريم في المنصة نكمل اعلان نتائج. حضورنا الكريم في المنصة راح نعلن اكمال النتائج. طبعا ارحب بسعادة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وجميع أعضاء اللجنة وبكل الحضور. راح نعلن أيضا الشوط أجمل ست فرديات مجاهيم إذاع وأجمل إذاعية للمجاهيم في مهرجان الظفرة في مزاينة الظفرة. راح نعرف أجمل إذاعة بعد أن أعلن المركز الثالث، بعد أن أعلن المركز الثالث في هذا الشوط. لكن قبل أن أعلن المركز الثالث أعلن المنافسة في الثلاث مراكز الأولى. الدور ما بين هذه الأسامي المميزة، الأسامي الكبيرة ما بين الزايدية والقايد والصايمة، ما بين الصايمة والقايد والزايدية، وبنشوف من حقق المركز الثالث. المركز الثالث في أجمل ست فرديات مجاهيم إذاع يذهب إلى 93 درجة إلى عبود بخيت عوضان صالح من هالي مالك القايد ورقمه 60 ب93 درجة المركز الثالث. ونرجو من عبود بخيت عوضان صالح من هالي مراجعة لجنة التشبيه. المركز الأول
والمركز الثاني أجمل إذاعة في أجمل ست فرديات مجاهيم إذاع، أجمل إذاعة في أجمل ست فرديات مجاهيم إذاع، بيذهب المن المن للزايدية ولا للصايمة؟ الزايدية ولا للصايمة؟ الزايدية يملك ضحيان حسن ألبو سباع الدوسري من السعودية، والصايمة يملك ناصر سعيد سويد المنصوري من الإمارات، والناموس بيذهب المن، بيذهب المن، من الإمارات ولا السعودية؟ الناموس على الحدود، هل بيكمل بالبطحة ولا بيرجع الظفرة وبيبقى في الظفرة؟ وين وين ناموس وأجمل إذاعة؟ الدرجة تقول أن المركز الأول يحمل 98، 98 درجة كبيرة، 98 درجة مميزة. المركز الثاني 94، فرق 4 نقاط، 4 نقاط. المركز الأول أشوفكم يا أهل الإذاعة، أشوفكم وأشوف وأشوف الحفوز وأشوف حرق الأعصاب، وبين 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 المنصوري والدوسري، المنصوري والدوسري، والكلمة نومس، والف مبروك يا أهل الإمارات، ناصر سعيد سويد المنصوري مالك الصايمة بثمانية وتسعين درجة، الصايمة ب98، المركز الأول في الإمارات للصايمة وتحمل رقم 58. المركز الثاني ذهب لضحيان حسن آل بوسباع الدوسري ب94 درجة، مالك الزايدية والناموس يا ناصر سعيد سويد المنصوري مالك الصايمة 98 درجة. طبعا نطلب من المركز الثاني ومالك الزايدية ضحيان حسن آل بوسباع الدوسري مراجعة لجنة التشبيه ب94 درجة طبعا للزايدية. وعيد الثلاث مراكز الأولى، الأول الصايمة ناصر سعيد سويد المنصوري، ناصر سعيد سويد المنصوري 98 درجة يملك الصايمة والناموس يا ابن سويد. المركز الثاني للزايدية ورقمها 57 حيان حسن آل بوسباع الدوسري ب94 درجة وعليه مراجعة لجنة التشبيه. المركز الثالث القايد تحمل رقم 60 عبود فيت عوضان صالح من هالي 93 درجة وأيضا عليه مراجعة لجنة التشبيه. آخر شوطين يا أهل المجاهيم، يا أهل المجاهيم نسمع تحياتكم، يا أهل المجاهيم نبغي نسمع صوتكم على الهواء، نبغي نسمع تحياتكم، يستاهلون تحية منكم، تحية منكم لحضورنا، يستاهلون الحضور. المركز الثالث والثاني والأول في أجمل ست فرديات مجاهيم ثنايا، وأهل الثنايا يا أهل الثنايا يا أهل الثنايا المجاهيم، الإعلان لأهل الثنايا المجاهيم في شوط أجمل ست فرديات مجاهيم ثنايا. المنافسة ما بين ما بين ما بين ما بين معوضة وحيدة وبينونة، معوضة وحيدة وبينونة، بينونة وحيدة ومعوضة اللي يتنافسن على الثلاث مراكز الأولى والثلاث مراكز الأولى في الإمارات، وأجمل ثنية في الإمارات ومن الإمارات ب89 درجة. المركز الثالث في شوط أجمل ست فرديات مجاهيم ثنايا يذهب إلى سيف ثامر خلفان سيف المرر مالك بينونة، المركز الثالث ب55 رقمها، 55 رقم بينونة المركز الثالث ب89 درجة. المنافسة ما بين وحيدة ومعوضة، وحيدة ومعوضة، والمركز الأول اخواني المشاهدين والحضور 98 درجة، 98 درجة المركز الأول. المركز الثاني 91 درجة، فرق 7 نقاط، فالفرق هذا والناموس والمركز الأول والثمانية وتسعين درجة وهذه النتيجة المميزة والناموس وجائزة الشوط وفرحة الشوط وفرحة الشوط وناموس وناموس بيذهب للمنصوري ولا المنهالي؟ المنهالي ولا المنصوري؟ بن سالمين ولا بن سويد؟ وراعي وحيدة ولا راعي معوضة؟ والناموس المالك أو حيدة ناصر سعيد سويد المنصوري 98 درجة من الإمارات، والناموس المركز الأول يا مالك أو حيدة وتحمل رقم 52. مبروك أيضا المركز الثاني وناموس أيضا المركز الثاني لمعوضة رقم 54 عبد الله سالم سالمين المنهالي ب91 درجة. مبروك وناموس يا بن سويد،
الناموس على هذه النتيجة الطيبة، والناموس كل من هالي والمرر والجميع المشاركين والفائزين في مهرجان الظفرة في دورة الثامنة. آخر شوط وآخر إعلان، وقبل لا أعلن آخر شوط، شوط الحون يا أهل المجاهيم، أطلب من أصحاب المراكز صاحب المركز الأول عفوا في كل شوط، صاحب المركز الأول يتواجد في المنصة للتكريم خلال لحظات، نرجو منهم التواجد جميعا. شوط الحول، شوط الحول والناس واقفة على أعصابها، واقفة على أعصابها تنتظر هذه النتيجة على أعصابها، وما راح نحرق أعصابكم أكثر. راح أعلن المراكز الثلاث الأولى في شوط أجمل ست فرديات مجاهيم حول. المركز الثالث باثنين وتسعين درجة، باثنين وتسعين درجة، باثنين وتسعين درجة لمحمد سعيد علي سعيد المنصوري مالك بينه ورقمه 48، ومبروك. والناموس 92 درجة مركز الثالث البينه ورقمه 48 ومالك محمد سعيد علي سعيد المنصوري. أجمل 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 ست فرديات مجايم حول، والمركز الأول في هذا الشوط يتنافسون عليه حمد ضحيان بخيت المنهالي، ومحمد عوض ناجل منهالي، وب 98 درجة و 93 درجة، فرق 5 نقاط، 98 المركز الأول، المركز الثاني 93. وما بينكم يا بن عوض، وما بينكم يا بن ناجل المنهالي، وما بينكم يا بن ضحيان المنهالي، وين بيروح؟ للشيخة ولا مشعونة؟ مشعونة ولا الشيخة؟ مشعوفة؟ مشعوفة ولا الشيخة؟ الشيخة ولا مشعوفة؟ وين 98 درجة وناموس هذا الشوط يذهب إلى ألف ألف مبروك يا ابن ناجي محمد عوض ناجل من هالي، 98 درجة مالك الشيخة، وتحمل الرقم 50 المركز الأول، 98 درجة للشيخة، ويملك محمد عوض ناجل من هالي والناموس يا ابن ناجي، الناموس المركز الأول ومبروك. والناموس أيضا راعي مشعوفة تحمل رقم 46 حمد ضيحان بخيت المنهالي ب 93 درجة. مبروك، ألف مبروك لجميع الفائزين وأهل النواميس. أطلب من أصحاب المركز الأول في كل شوط التواجد في المنصة الرئيسية لاستلام التكريم، وأطلب أيضا من سعادة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي بالتفضل لتكريم الفائزين بالمركز الأول في كل شوط من أشواط أجمل ست فرديات لكل سن وللفئتين، فئة المجاهيم وفئة المحليات. أجمل المفروض في المحليات، وراح أعلن ثلاث مراكز مثل ما أعلنها سابقاً، لكن أعلنها للتكريم. المركز الثالث في شوط أجمل ست فرديات محليات الأصائل المفاريد راح أعلن صاحب المركز الأول عفواً، المركز الأول فقط، المركز الأول وأجمل مفروض المحليات الأصائل ذهبت إلى علي سالم عبيد بن هياي المنصوري مالك سلطة رقم 16، والناموس يا بن هياي والناموس أجمل مفروض 95 درجة، ويستاهل بن هياي. اعلن المركز الاول في اجمل ست فرديات محليات الاصايل الحقايق، المركز الاول لراعي ومالك مذهله احمد مبارك منيف المنصوري ب 97 درجه، يملك مذهله ورقم المطيه 20، رقم مذهله 20 ومذهله اذهلتنا وحققت. المركز الاول
ونتيجة مميزة ودرجة مميزة ب 97%. يستاهل، يستاهل بن منيف المنصور، يستاهل والناموس. الآن أجمل لقية في شوط أجمل ست فرديات محلات الأصايل ذهب إلى سهيل حمد سالم عنود العامري مالك مغثة ورقم 40 ب 95 درجة والناموس يا بن عنودة، وتستاهل سهيل حمد سالم بن عنود العامري أجمل لقية للمحليات الأصايل في مزاينة الظهر. أجمل إذعة، أجمل إذعة ب 97 درجة إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مالك الظبي تحمل رقم 50 ويستلمها بالنيابة عبد العزيز بن عايض القحطاني وكيل حلال سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. إذن أجمل إذعة الظبي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وتحمل الرقم 50، والناموس لبو هزاع ولممثلين هذه العزبة المميزة. أجمل ثرية شوط أجمل ست فرديات محليات الأصايل أيضا إلى سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مالك منصورة تحمل رقم 65 ب 95 درجة، وأيضا يستلم التكريم عبد العزيز القحطاني ورافقه مسفر القحطاني أيضا من الأسامي المميزة وكلا حلال الشيخ سلطان بن زايد. أجمل ست فرديات محليات الأصايل حول اللي كان أو اللي حقق المركز الأول أيضا سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ب 98 درجة لأفعال الخليج. أفعال الخليج نرحب أيضا بمحمد بن عايض القحطاني اللي توجهنا في المنصة يا مرحبا ومسهلا. إذن كل الشكر لجميع المكرمين. الآن أعلن المجاهيم وأجمل مفرودة عند المجاهيم كانت من نصيب صالح علي أحمد مبارك هادي المنصوري ب 95 درجة مالك متيهة وتحمل الرقم 25 ناموس. أجمل مفرودة في المجاهيم ناموس يا بن هادي المنصوري على هذه النتيجة الطيبة. أجمل حقة المجاهيم في أجمل ست فرديات مجاهيم كانت من نصيب راعي العشوة محمد سالم علي غريب العامري ب 98 درجة والناموس يا راعي العشوة. أجمل حقة المجاهيم في مزاينة الظفرة في دورتها الثامنة. ناموس لمحمد سالم علي غريب العامري 98 درجة مالك العشوة. أجمل إذعة في شوط أجمل ست فرديات المجاهيم أجمل إذعة في لقية أجمل لقية في شوط أجمل ست فرديات مجاهيم كان من نصيب ناصر محمد العوضي يحيى المنهالي مالك العاصفة. العاصفة حقت ناموس هذا الشوط والناموس يا ناصر محمد بالعوضي يحيى من هالي هذه النتيجة المميزة. الناموس الناموس يا مالك العاصفة. وصلنا لأجمل ست فرديات مجاهيم إذاع ومثل ما أعلننا الناموس كان من نصيب ناصر سعيد سويد المنصوري 98 درجة من نصيب الصايمة وتحمل رقم 58 والناموس يا بن سويد على هذه النتيجة المميزة والدرجة والنسبة المميزة اللي حققتها الصايمة 98 درجة. الناموس إذن أجمل إذعة من نصيب ناصر سعيد بن سويد المنصوري مع الصايمة. أجمل ست فرديات مجاهيم ثنايا وأجمل ثنية في مهرجان الظفرة في مزاينة الظفرة. أجمل ثنية أجمل ثنية مثل ما أعلننا كانت من نصيب أيضا ناصر سعيد
سويد المنصوري ب 98 درجة، مالك وحيدة تحمل رقم 52، والناموس الناموس يا ابن سويد، الناموس على هذه النتائج الطيبة والمراكز الطيبة. أجمل ست فرديات مجاهيم حول، والحول والحول نقول ألف مبروك والناموس لمحمد عوض نادل من هالي ب 98 درجة، مالك الشيخة وتحمل الرقم 50، والناموس يا ابن نادي محمد عوض المنهالي على هذه النتيجة المميزة وهذه الدرجة المميزة، والناموس الناموس لجميع المكرمين. أشكر أشكركم جميعا حضورنا الكريم، وأشكر سعادة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي وأعضاء اللجنة المنظمة اللي رافقوه في التكريم، الشكر لكم والناموس لجميع المكرمين، وتحية خاصة لمنتجنا مؤيد حمزة ومخرجنا العزيز مينا. الصورة لكم والكلمة لكم عبر قناتنا بينونا. الصوت وايد عالي. جنة في عافيها ثمينة، دار الريوم الخرج الخود، مولد زعيم عارفينه، زايد ابونا الرئيس العود. جنة في عافيها ثمينة، دار الريوم الخرج الخود، مولد زعيم عارفينه، زايد ابونا الرئيس العود. جنة في عافيها ثمينة، دار
ولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود جنة في عافيه تبينه جنة دار الريوم الخرج الخود مولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود جنه في عافيها ثمينه دار الريوم الخرد الخود مولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود جنه في عافيها ثمينه دار الريوم الخرد الخود مولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود جنه في عافيها ثمينه دار الريوم الخرد الخود مولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود جنه في عافيها ثمينه دار الريوم الخرد الخود مولد زعيم عارفينه زايد ابونا الرئيس العود متواصلين اكيد مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة بينونة في هذه التغطية المباشرة والحصرية من هنا من مهرجان الظفراء الثامن، حيث يقام هذا المهرجان بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبرعاية كريمة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مستمرة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. طبعا مشاهدينا الكرام ينقلكم هذا الحدث من قلب الحدث من هذا العرس التراثي بينونة الشريك الإعلامي لمهرجان الظفرة الثامن. طبعا مشاهدينا اليوم كان شوط التميز من مفروضة إلين حايل في المياهيم والمحليات، نحن مبارك
الكل من فاز في هذه الأشواط نقول له على ناموس دايم ويستاهلون. طبعا خلوني ارحب بضيوفي في الاستديو سيد محمد بن عبد الله السلمي العامري، مساك الله بالخير ابو عبد الله. بالنور والرضا، مرحبا وسهلا. مسي مشاهدينا ومتابعينا، مساهم مساء وامس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ايضا مسي على مرشد الهذيلي المنصوري، مساك الله بالخير ابو عبد الله. مساك الله بالنور والسرور، ومسي على المشاهدين والنومس اللي فازوا اليوم في اشواط التميز، اشواط الحماس اليوم. يستاهلون. وايضا نمسي على خليل بمخيط المزروع، مساك الله بالخير ابو محمد. مساك الله بالخير ابو محمد، امسي على المحللين، امسي على المشاهدين وخلف الشاشات، ومساء مميز ونواميس مميزه. يستاهلون. ايضا امسي على راشد بن يابر المنهالي، مساك الله بالخير ابو محمد. النور والسرور يا ابو محمد، ونمسي عليك وعلى اخويانا اللي عندنا، ومسي على جمهور خلف الشاشات، شاشه بينونه. يا مرحبا ابو محمد. الله يرحب بك على فضله. طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم كانت الاشواط جدا مميزه، اليوم النواميس مميزه، اليوم شوط التميز، كل بكره غاليه مذخوره لهذا الشوط، وكل بكره الترشيحات تنصب عليها. يعني الثلاث المراكز الاولى النسبه بينهم درجه 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 من قوه الزين اللي حضر اليوم. طبعا الزين متقارب مشاهدينا الكرام، والكل عاد حلالها لهذا الشوط، يعني مقامرة هي تعتبر، لأن الحلال كله أبو عبد الله متقارب 100%. نعم، اليوم طال عمرك هذا اللي عودتنا به الظفر، كل يوم نواميس وكل يوم شوط حماسي. نقول بكرة بي غير، وبعد بكرة بي غير، لين آخر المهرجان. نعم، واليوم شوط صراحة ما يعلى عليه. يعني كل مطيه فرديه ماخذه طال عمرك الناموس في مزاينات اللي قد خطفن، ورقم واحد رقم واحد رقم واحد اليوم ذاخرينهن لليوم اللي هو شوط التميز. يستاهلون. نعم، مبارك لهم. ابو محمد، الحضور الجماهيري اليوم غير. حضور الجماهيري طال عمرك لان الشوط غير. وحضور انا اشكر الحضور والجماهير. ابو عبد الله ومرشد ومحمد حضروا في اسمه منصه، يقول شافوا شيء يعني يهول من الحماس من الجماهير، لان الاشواط هذه حماسيه. وبعدين ان ابو محمد الاشواط هذه شفنا شيء يعني غاب في الفتره الاوليه، اللي هي طال عمرك الارقام النسب غابت عندنا في الفتره الاوليه 98 وال95 في المفرد، غابت النسب هذه. اليوم حضرت اشواط يعني حضرنا حلال كفو، اشواط النسب، اشواط النسب قويه، اشواط حزمه الزين وايد، لكن انا اعتبر الزين هذا يعني اقول لك من افخم الزين والابشن، يعني فول ابشن هذا، لا يعني اللي مثل تراسيرات انواع، لكن هذا النوع اللي كله لمس، هذا الزين كله تاتش، هذا الزين التاتش. يعني اعتبر هذا الزين مميز، فخامه والنداره في الزين هذا كله والنسب، وخلى عاد الانجازات يعني حدث ولا حرج. المطيه اقل شيء يعني جايبه انجاز يعني غير طبيعي. وانت شفت والجماعه حضروا على الطبيعه وشافوا. نحن شفناه يعني ما شاء الله، شيء مع ان الجو غبار. واكثر نحن بس اللي جهلنا بعض الاشواط الاوليه المفرد مثل 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 سلطه ومثل متيهه، هذا دخول جديد، لكن الاشواط الثانيه انا والمحللين رقمنا فيه قبل يعني النتائج. صحيح. وهذا اللي كله قاعدين هنا عندك. نعم. ابو عبد الله ومرشد. نعم. ومحمد، كل واحد رشح مطيه. صحيح. كله ما حد منا ما لحق مطيه ثانيه، كل الارقام اللي اعطيناهن كلهن اللي فاز الاول، لكن بس عندنا في المفرد المحليات ومفرد المياهيم لانها سن جديد ما جاهلين فيه، ما نعرف انجازاته قبل، ولا الباقي هذه انجازاته يعني رشحناه على الانجازات وعلى اللي خبرنا احنا عنهم. نعم، نحن مبارك لهم. نعم. مع ان الجو عي اليوم وغبار، لكن حضور جماهيري ومثل ما قال ابو علي، انا قال حسيت ان المنصه انكسرت. اي أيوة والله، عمال اليوم شيء جمهور مميز. نعم، واشواط مميزه. مسي عليه هو والنومس له على ناموس دايم، واللي حضرنا اليوم فازنا اليوم هذول من صفوه الزين. صفوه الزين ومن دخلن وهن ما قد ذاقن طعم الهزيمه دائما الاول كلهن. من المفروض اروح طال عمرك لها هذه المشاركه، دخلت الاول مرتين في المزينات اللي قبل. نعم. المهرجان، واليوم الحمد لله فازت بالتميز،
ولا الحلال الباقي مثل ما تفضل اخوي خليل. كان مرشحات ومعروفات ان الحاسمات الامر يعني فايزات يستاهلون. نعم وكلهم طال عمرك في رصيدهن بعض الحلال في رصيده 20 سيارة 16 سيارة. نعم يستاهلون. يعلن ابو سندايم راشد اليوم تجمع جماهيري كبير عند الفئة المحبوبة لك. فعلا يا ابو محمد اليوم مثل ما قلت حضرنا هناك وشفنا شيء ملفت. ونبارك لهم جميعا ونقول لهم ألف ناموس على شوط المحليات الأصايل وشوط المياهيم. نبارك لمتيهة صالح بن هادف المنصودي والعشوة الصغير بن طمطوم والعاصف الناصر محمد بالعوضي والصايمة الناصر بن سويد وحيدة الناصر بن سويد والشيخ محمد بن حسينة المنهالي. ونقول لهم ألف مبروك. واليوم هذا الشوط حمسنا خلانا نقوم مني ها ونحضر هناك. فعلا حضرنا وشفنا شيء الحمد لله والعالم كلها مستانسة والعالم يجينا حاضرين الشوط هذا لأن هذا الشوط متميز شوط متميز أكثر عن الأشواط. وتوفقوا هذيلا ونقول لهم ألف ناموس ويتوفقوا إن شاء الله دائما. طبعا مشاهدينا نحن تأخرنا معاكم في البث علشان طبعا أصرينا التواجد هناك لأن الأشواط بأمانة تغري الشخص أنه يكون متواجد من بينهم. شوط تميز وشوط جديد مضاف في مهرجان الظفرة. الثامن نحن نشكر اللجنة المنظمة ونشكر جهودهم على هذا التنظيم العدل اللي الكل يشكر عليه بأمانة. خلونا نشوف دخول الحلال المحليات في الصباح الباكر ونرجع بعدين نتواصل. أول سنين تاريخ مبطي قد له عهود جنة في thank you.
ألف ألف مبروك للفائزين في أشواط المحليات والمياهين من مفروضة إلى محايل. طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا هذا الدخول الحلال في الصباح الباكر فئة المحليات، لكن اللي توفقوا نقول لهم ألف مبروك، واللي شاركوا نقول لهم ألف مبروك، وكل مشارك في مهرجان الظفرة يعتبر فائز ومتنومس في هذا الحفل اللي يعني لنا الكثير بأمانة. طبعا مشاهدينا الكرام نتيجة شوط الشوط المفتوح أجمل ست فرديات محليات عصايل مفاريد سن المفاريد اللي حصل على المركز الأول سلطة العلي سالم عبيد هياي المنصوري والنسبة 95%، هذه هي سلطة المملوك العلي سالم بن هياي المنصوري من دولة الإمارات والنسبة 95%. مبارك الراعي سلطة، نقول له يعلن ناموس دايم ويستاهل. طبعا في نفس الشوط مشاهدينا الكرام تعتبر هذه من أجمل المفاريد في الخليج، نحن نبارك الراعي سلطة ونقول له يستاهل. في نفس الشوط الحاصل على المركز الثاني إعلان المملوكة المبارك بداح مبارك الهاجري من قطر والنسبة 92%، 92% مبارك الراعي إعلان ونقول إعلان ناموس دايم. هذه هي إعلان مشاهدينا الكرام تستاهل الفوز. أيضا في نفس الشوط مشاهدينا الكرام الحاصلة على المركز الثالث ورقم المطية 8 الماريا، الماريا السعيد محمد راشد محمد المنصوري من الإمارات والنسبة 91%، مبارك الراعي الماريا ونقول يعلن ناموس دايم يستاهل. يستاهلون بن هياي وبن الهاجري بداح الهاجري وسعيد محمد المنصوري ونقول لهم الناموس وألف ألف مبروك، وهذا شوط لا يعلى عليه. يستاهلون لنا مسن دايم. ايضا ينومسوا لكم ضيوفي في الاستديو يقولون لي اعلنا مسن دايم. يستاهلون. بننتقل معاكم مشاهدينا لنتيجه شوط المفتوح اجمل ست فرديات محليات اصايل حقايق، واللي حصلت على المركز الاول مذهله المملوك لاحمد مبارك منيف المنصوري من الامارات والنسبه 97%، هذه هي مذهله مبارك الراعي مذهله ونقول له اعلن ناموس دايم ونسبه عاليه 97%. يستاهل يعني يستاهل. مساء الخير ونقول له الناموس يستاهل، نقول له حافظ عليه ابوها وحافظ عليه امها تاج عند الناقه هاي. يستاهل 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 ناموسين هذا ثلاثه نواميس ابوها وامها موجودين. يستاهل. ايضا مشاهدينا في نفس الشوط الحاصل على المركز الثاني غزلان المملوكه لعبد العزيز محمد عايض القحطاني من الإمارات والنسبة 91%، مبارك الراعي غزلان نقول يعلن ناموس دايم. يستاهل راعي غزلان عبد العزيز محمد عايض علي القحطاني، مبارك له الراعي غزلان ناموس راعي غزلان عبد العزيز. يستاهلون. يستاهل يستاهل يستاهل. المركز الثالث طبعا مشاهدينا واللي حصلت عليه ثمريت المملوكة لبخيت مسلم سعيد مسن الكثيري من سلطنة عمان والنسبة 85%، مبارك الراعي ثمريت. ناموس راعي ثمريت وعليها ناموس دايم. هل ثمريت ثمريت اظني مسماية على ولاية على منطقة ثمريت في عمان. نعم قريب على صلالة يدلها اظني راشد. عملنا ندلها ونعم هلها. يستاهلون 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 الله ونعم يستاهلون. مسيهم بالخير ونقول لهم الناموس ونرسل السلامات لسلطنة عمان ويستاهلون. مني لين ثمريت مرة. يستاهلون يستاهلون يستاهلون. طبعا نتائج شوط المفتوح اجمل ست فرديات محليات اصايل لقايا واللي حصلت على المركز الاول مغثة المملوك لسهيل حمد بن عنوده العامري من الامارات والنسبه 95%، وهذا هذه هي مغثه. الناموس يا بن ويستاهل. مسيه بالخير بن عنوده راعي مغثه ونقول له الناموس ويض الله ويها. استاهل استاهل بن عنوده ذخر الزين للشوط هذا. ذخر طال عمرك لانه متوكد منه. نعم يستاهل بن عنوده هذه نظره نشكره عليها. نعم يستاهل.
ايضا في نفس الشوط اللي حاصل على المركز الثاني نشبه المملوكة لمحمد عايض علي القحطاني من الامارات والنسبة 93%. مبارك الراعي نشبه، استاهل راعي ناموس دايم، مسيه بالخير ونقول له الناموس يا راعي نشبه، استاهل ابو عايض. ايضا مشاهدينا في نفس الشوط الحاصل على المركز الثالث جبارة المملوكة المعالي علي سالم بن ونيس الكعبي والنسبة 90% من الامارات والنسب متقاربة. مبارك الراعي جبارة ونقول له على ناموس دايم يا ابو منصور، منصور مسيه بالخير معالي الوزير ونقول له الناموس والف الف مبروك يعني ناموس دايم يا راعي جبارة، يستاهل يعني ناموس دايم. بننتقل معاكم مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة بينونة في شوط الإذاع، شوط الإذاع واللي حصلت على المركز الأول الظبي المملوك لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة والنسبة 97%. مبارك لسمو الشيخ سلطان ونقول له يعني ناموس دايم وله بغريب عليك دائما متواجد في اشواط التميز، يا له مبروك الناموس ويستاهل يا له ناموس الشيخ سلطان بن زايد، نقول له يا له ناموس دايم وهذا ناموس الجميع. نعم ناموس سيدي اسمه الشيخ سلطان بن زايد، ناموس ابو هزاع والله ناموسنا. نعم ما في شك، نعم يستاهلون كلهم. ايضا مشاهدينا الكرام الحاصل على المركز الثاني دمعه المملوكه لحصين سعيد الكمية الخيارين من قطر والنسبة 95%. دمعة مخرجنا موجودة دمعة معاكم، دمعة المملوكة لحصين سعيد الكمية الخيارين من قطر والنسبة 95%. مبارك له مسيه ناموس دايم، مسيه بالخير راعي دمعه ونقول له الناموس يا ابو سعيد وعلى ناموس دايم، هذه السلامات القطر يستاهلون. نعم يستاهلون اخواننا وشقانا في الدوحة. ايضا مشاهدينا في نفس الشوط واللي حصلت عليه ادنوك المركز الثالث ادنوك المملوك الخويتم عبد الله خويتم الراشدي والنسبة 92% والمراكز الاولى حتى الان مشاهدينا في الامارات، في الامارات نحن نبارك لهم ونقول لهم يعني ناموس دايم، مسيه بالخير راعي ادنوك ونقول له ناموس ويعني ناموس دايم، يستاهلون يستاهل يستاهل راعي ادنوك، يستاهل راعي ادنوك يستاهل. ايضا مشاهدينا الكرام نتيجة شوط المفتوح اجمل ست فرديات محليات اصايل ثنايا وذهب من نصيب منصورة لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة والنسبة 95%. هذه منصورة ولها عوايد ولها انجازات كثير ويستاهل بو هزاع ويعلى ناموس دايم، زين منصورة يستاهل متعودة على الزغرة، يستاهل بو هزاع هي الوحيدة اللي تعرف اشتراها قوي اشتري الفردي. اي والله ويستاهل الشيخ سلطان بن زايد ونشكر بعد اللي قايم على العزبه عبد العزيز، عزبه النواميس هذه النواميس ذهبيه وعزبتنا هاي كلنا. نعم. عزبه الامارات اسمها اسمها منصوره ابو محمد منتصره فيه. نعم دوم منتصر استاهل ابو هزاع. المركز الثاني الظفره المملوك المبارك عبد الله بن ضابط الدوسري من دوله قطر والنسبه 93%. المبارك المبارك بن عبد الله بن ضابط وله بغريب عليه المشاركات في اشواط تميز ومن الاشخاص المهتم يعلن ناموس دايم. نعم مبارك له مسيه بالخير ابو عبد الله ونشكره على اسم اسمه الظفره ويعلن ناموس دايم. هذه هي يوم يقول لك عندي عندي فردي فردية الظفره. نعم استاهل 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 ويعلن ناموس دايم. ايضا في نفس الشوط المركز الثالث سرابه المملوك العلي سالم بن هياي المنصوري من الامارات ونسبه 91%. هذه هي سرابه وله بغريب عليك يا علي التواجد في هذه الاشواط المميزه، اسم لامع ابو سالم مسيه بالخير راعي سرابه نقول له الناموس والف الف مبروك، يستاهل يستاهل وكلهم بامانه اسامي لامعه لان الشوط
لا ما. نعم. شوط مميز. شوط مميز. شوط نادر. ونشكره على اقتناء النادر. نعم. نعم. والاهتمام به. والاهتمام به. الله يعطيه العافية. طبعا وصلنا لشوط الحول. أجمل حايل في الفرديات وهو في شوط التميز الحول واللي حصلت عليه أفعال الخليج المملوكة لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة والنسبة 98%. النسبة 98%. أفعال الخليج أعلى نسبة ولها أفعال ولها أفعال ولها أفعال وهذا فعل. هذا فعل يستاهل سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد ونقول له الناموس يا راعي النوامس. واسم على مسمى أفعال الخليج ناموس سمو الشيخ سلطان بن زايد على ناموس وكيله بعد يعني ناموس دائم إن شاء الله. ونشكر على الغايبين على الحلال عبد العزيز الحطاني واخوانه عبد العزيز واخوانه كلهم ان شاء الله نشكرهم. عزبة الامارات عزبة الكل هذه يا رب يطول عمرها عزبة الكل وهذا ناموسنا كلنا مشاركتها الروح على ناموس. اي والله حنبارك له ومبارك له حتى بالدرجات ومحمد خاشرت هالمياهيب بالدرجات. نعم. يبقى 98 اظن الوحيدة على نسبة لغاية الوحيدة على نسبة الحالية على نسبة كانت 97 وهي 98 على نسبة للحين تستاهل وراعيها يستاهل. ونبارك لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد ويعلن ناموس دايم وفي شوط الحول دايم تثبت افعال الخليج افعال الخليج مسميه. نعم اسم على مسمى صحيح. نعم وايضا نهني وكيل الحلال عبد العزيز القحطاني على اهتمامه والرعايه التامه لهذا الحلال الطيب المملوك لسموه. طبعا في نفس الشوط ننتقل للمركز الثاني الوحش وحش المملوك للشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان من الإمارة من سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان والنسبة 95%. ومثل ما تشوفون مشاهدينا هذه هي وحش ونسبتها عالية أيضا 95%. ومبارك الشيخ سيف بن خليفة بن سيف. نعم نسيب الخير ونقول له الناموس الشيخ سيف بن خليفة آل نهيان راعي وحش ويعلى هنا موسن دايم والف الف مبروك يستاهل. ايضا مشاهدينا الكرام الحاصل على المركز الثالث في نفس الشوط سرابه المملوكه المبارك عبد الله مبارك بن ضابط الدوسري ومن دوله قطر والنسبه 94%. مبارك ابو عبد الله ونقول على موسن دايم ومن الاشخاص اللي يشتري ويتعب يستاهل يستاهل. وهذا طعمر كل الحصد اللي اليوم حصده فعله طعمك ويستاهل الناموس. وبعدين اكثر الحلال المتميز ابو محمد ظاهر من عند الريال هذا ضابط الحلال المتميز اكثر ما اكتشف زين الحلال بن ضابط. احنا نشكره وبيض الله وجهه وافعال طال عمرك اخذت افعال الرياسه ماخذ 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 السيف دبي ما هو بغريب عليها تاخذ الاول هني في زين الظهره يعني سبق وزين كله فيها. نعم فيها عون ولون عما قال. والتحليل بعد زياده الليلي بيعطيكم عنها معلومات اكثر هي وعناصرها وانا خواتها يستاهلن. ونحن نبارك لهم نقول يعني اننا موسم دايم. بننتقل معاكم مشاهدينا ومتابعينا لاشواط التميز في المياهيم اللي اليوم بامانه سكرت منصه المياهيم من الزحمه وزحمه الملاك وزحمه الجماهير. وهذه هي الظفره تلقى الناس ملتمين. لكن قبل ما ندخل في الارقام بنروح معاكم عن تقرير المياهيم وبنرجع نتواصل. Thank you.
سلام يا الظفره يا مكرمه الابل بالاهتمام دود وفت لي دودنا عاشوا عليها ورحله وصح الله لسانك يا ابو خالد. واليوم هذا التجمع الغفير في مهرجان الظفره من دول الخليج يعكس لنا نجاح هذا المهرجان وفضل من رب العالمين وفضل من حكومتنا الرشيده والدعم المتواصل الله يطول عمارهم على الدعم وهذه الفرحه اللي تغمر اراضي المنطقة الغربية وبالتحديد في مدينة زايد في إمارتنا الغالية أبو ظبي. نحن نشكر شيوخنا بأمانة على الدعم اللامحدود اللي يقدمونه، وأيضا نحن نشكر اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة الثامن، نشكر لجنة إدارة المهرجانات، ونشكر سعادة فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة المنظمة، وأيضا نشكر عبيد خلفان المزروعي، ونشكر السيد محمد بن عاضد المهيري مدير المزاين، وعبيد خلفان المزروعي مدير الفعاليات، وايضا نشكر خميس قدران المزروعي على الجهود الجباره اللي يبذلونها في هذا المهرجان، وايضا نشكر زميلنا المبدع دائما والمتواجد حسين العامري في اعلان النتائج، ونشكر عبد الله بن محمد بن عاضد المهيري على التواصل معنا وخدمته معنا في الاعلام و إبلاغنا بالنتائج وإرسالها أول بأول. كل الشكر لهم وبأمانة يشكرون على الجهود الجبارة اللي يبذلونها، ومثل ما شفتوا مشاهدينا توافد ملاك الإبل في شوط التميز. الكل يتمنى أنه يدخل في الثلاث المراكز الأولى، لكن النصيب نصيب الزين، ونحن نبارك لهم ونقول لنا موسم دايم. طبعا مشاهدينا بنروح لشوط المفرد، شوط المفاريد اللي حصلت عليه المركز الأول متيهة المملوكة لصالح علي أحمد مبارك هادي المنصوري من الإمارات، والنسبة 95%. مبارك الراعي متيهة، ونقول له يعلن ناموس دايم. مثل ما تشوفون مشاهدينا هذه هي متيهة، مبارك له ونقول له يعلن ناموس دايم. أيضا مسيه بالخير أبو محمد صالح بن علي بن أحمد المنصوري، نقول له الناموس يا راعي متيهه وبيض الله وياه هذا الانجاز اللي ينحسب له صراحه. استاهل راعي متيهه. المفاريد صعب لانه جديد على الساحه السنه. نقول له الناموس والف الف مبروك. استاهل ناموس يا صالح. استاهل مبروك راعي متيهه ان شاء الله. ايضا في نفس الشوط مشاهدينا الكرام مصوبه المملوكه لفهيد
فرج هادي هليل الغفراني المري ومن دولة قطر والنسبة 93%. نبارك الراعي مصوبة نقول له على ناموس دايم وعلى النتيجة هذه أيضا في شوط التميز. ما شاء الله مثل ما تشوفون هذه هي مصوبة، مبارك الراعي مصوبة ويستاهل مصوبة وصوبة اليوم صوبة الرقم اللي نعم حصلت على رقم 2. ونقول له الناموس يا ابو فرج ومسي اخواننا في دولة قطر ونقول لهم الناموس ويا له ناموس دايم يستاهل. ايضا مشاهدينا الكرام حابين ننوه على راعي مصوبة فهيد فرج هادي هليل الغفراني المري عليه مراجعة لجنة التشبيه في اللجنة المنظمة للمهرجان لتثبيت المفروضة. طبعا في نفس الشوط مشاهدينا الكرام الحاصل على المركز الثالث اللاهي المملوك لعبد الله عبيد كردوس عبيد العامري والنسبة 91% من الإمارات. مبارك له ونقول له علينا موسم دائم يا راعي اللاهي يستاهل بن كردوس. مسيها بالخير ابو عبيد ونقول له بيض الله ويك هذا الانجاز الطيب ويا له ناموس دايم يا راعي اللاهي وكل الشكر لك ولاخوانك المشاركين يستاهلون. الله يفرحها ان شاء الله. اللي في الثلاث المراكز الاولى في شوط التميز يعتبر كل واحد ماخذ الاول. صحيح تميز يعني شوط يعني متميز هذا الشوط كفردي. نعم لانه شوط تميز تدخل فيه طعامك من خيره حلال الجزيره من صفوه الصفو تشاركهم في الشوط. ونقول لهم كلكم سواء الاول او الثاني او الثالث كلكم بيض الله ويوفكم والناموس ويا له ناموس الدايم وان شاء الله ان الناموس لهم السنه الجايه ان شاء الله في الشوط الحقائق باذن الله يستاهلون ويا له ناموس دايم. فننتقل معاكم مشاهدينا الكرام لشوط الحقائق. شوط الحقائق واللي حصل على المركز الاول العشوة المملوكه لمحمد سالم علي غريب العامري مبارك له النسبة 98%. ما شاء الله نسبة ما شاء الله تبارك الله. هذه العشوة والعشوة معروفة في شبه الجزيرة العربية كلها. هذه العشوة ولها انجازات غنية عن التعريف. صغير واخوانه يستاهل ونمسيهم بالخير ونقول لهم الف الف مبروك يا لها ناموس دايم. والعشوة مثل ما قلت يا ابو محمد ما هي غريبة. طال عمرك حق راعي العشوة مبارك له ناموس صغير استاهل راعي العشوة وانا ضبيب كلهم والنومس حق طال عمرك راعي ابو البكره هذه سايد سالم بلوش المزروعي استاهل وانتاج عند الصغير وتميز طال عمرك بدرجه عالميه. العشوة ما اخذ الاول نتكلم فيها كم نتكلم ما عاد نقدر نوفيها ما اخذ العام الاول تستاهل ولها عوايد. نعم لها عوايد ونمسي راعي في حالها طال عمرك ساري بن بلوش المزروعي ونقول له الناموس نهديها الناموس عاده يستاهلون يستاهل ابوها طال عمرك ملك عند سعادة ساري بن بلوش المزروعي وهي تلاد بكره وان شاء الله الليله في الحلقه بنعطي بنوافيكم معلومات اكثر. يستاهل الصغير واخوانه هو طيب كلهم والعشوة ما هو بغريب عليها. العام في الظفره ماخذ الاول في بينونه والاول في الظفره وهذا الاول بعد في اجمل عشر وماخذ الاول في اجمل رمز عشر رمز اجمل عشر ماخذ في الظفره ماخذ سيارتين العام مشاركه في التلاد وايضا مشاركه في شوط الفردي وفي شوط العشر اللي هن اجمل عشر عمتها ما كنت ذاقت الهزيمه عمتها. نعم ها عمتها مصوبوها ما كنت ذاقت الهزيمه العشوة يسمونها الخاطره العشوة الخاطره عن الشيخ محمد المطي مال الشيخ محمد المطي وهذا البئر من انتاج من عزبه محمد المطي ظاهر اللي هو عشوي وهنا معنزه العشوة احنا العشوة وهي عشوة ايوه نمسي على معالي والله هاي محمد مبطي الحامد ونقول لهم ناموس وايضا نمسي بالخير على ساري بن بلوش المزروعي ونقول لهم الناموس وهذا ناموس دولة الامارات في هذه الاشواط التنافسية. طبعا مشاهدينا الكرام في نفس الشوط الحاصل على المركز الثاني شيخة المناصير المملوك لسالمين عيد بن حمود المنصوري ومن الإمارات والنسبة 97% وفرق درجة. البكرة هذه أيضا لها إنجازات في الظفرة ماخذ الأول في شوط الشراية المفتوح العام. نعم طال عمرك شيخة المناصير ملك سالمين بن حمود نقول له مبروك ويا له ناموس دايم ومثل ما قلت العام ماخذها في شوط الشيوخ حصل على المركز الاول في شوط الانفاريد
يستاهل والناموس الهو والناموس السالمين الناموس يعني ناموس الدايم واليوم شاهد أنه نعم منافسة قوية بين اليوم بين العشوة والشيخ نعم اليوم منافسة قوية وكلهم فايزات كلهم فايزات في هذا الشوط وما فرقت درجة كلهم في النهاية فرق درجة وكلهم متميزات وبيتم متميزات يعني يمكن متميزات. أنا أقول الاختلاف في القبلة ولا كلهن وافيات أنا كلهم متقبلات العشوة حصلت على المركز الأول والشيخ طعامك حصلت على المركز الثاني وكلهن واحد وكلهن نومسن هلهن نعم الأول والثاني واحد نومسن واحد ما في شك كله في دولة الإمارات نعم أيضا في نفس الشوط الحاصل على المركز الثالث عنيدة المملوك المطرف فهد مطرف السبيعي والنسبة 91% طبعا هني فرقة النتيجة شوي من 97 إلى 91 ست درجات تقريبا نعم يعني لك أن الحلال اللي خذ الأول والثاني هذا نادر نادر نعم مسيه بالخير مطرف ونقول لها ناموس وأخواننا السعوديين في دولة السعودية هنا عم نقول لهم الناموس ألف ألف مبروك يعني ناموس دايم إن شاء الله استهلون أهل المملكة ومشاركتهم طال عمرك عندنا هني نومسونا مشاركتهم وتنومسوا ويستاهلون يستاهلون نحن نرسل التهاني للمملكة العربية السعودية ويستاهلون في حضورهم في التميز ودوم متميزين بمشاركتهم هني عندنا في مهرجان الظفرة الثامن طبعا بننتقل معاكم لشوط اللقاية شوط المياهيم أجمل ست مياهيم اللقاية واللي حصلت على المركز الأول العاصفة المملوكة لمحمد العوضي يحيى المنهالي والنسبة 96% مبارك لمحمد وناصر بالعوضي واخوانهم كلهم على هذه النتيجة في شوط اللقاية والنسبة 96% ويستاهل راعي العاصفة يستاهل نعم ونمسيه بالخير سعادة اللواء محمد بالعوضي منهالي راعي العاصفة وناصر بالعوضي منهالي ونقول لهم ألف ألف مبروك وعلى ناموس دايم فوز العاصفة ويستاهلون والعاصفة طعمرك غنية من التعريف فكرة معروفة على الساحة ولها انجازات عديدة ولها نواميس نعم ما حد يدخل الشوط هذا وما عنده انجازات اكيد مبارك الناصر محمد بالعوضي هو اللي متعبل بها مسنع امورها ونقول الف مبروك والف مبروك لاخوانه كذلك والعاصفة عاصفة شوطها اليوم يستاهلون يعني ناموس دايم ايضا في نفس الشوط الوافيه المملوكه للشيخه شيخه بنت ذياب بن سيف ال نهيان والنسبه 94% مبارك للشيخه شيخه ومبارك الشيخه ذياب بن سيف على هذه النتيجه والنسبه 94% والوافيه وافيه دايم بالنتائج الطيبه وافيه ووفت اليوم ونقول الناموس لسمو الشيخه شيخه وعلى هنا ناموس دايم ألف ألف مبروك يستاهل ناموس للشيخة شيخة بنت ذياب وعلى هنا ناموس دايم إن شاء الله تستاهل بنت ذياب تستاهل أيضا في نفس الشوط مشاهدينا الكرام الحاصل على المركز الثالث ومخوفة المملوكة لزيد علي محمد شراب القرح من قطر والنسبة 90% مبارك لهالي قطر نقول له علينا ناموس دايم ونرسل لهم السلامات وما شاء الله النسب متقاربة فرق 3 درجات 4 درجات دليل ان الحلال قوي ومحضر للشوط قوي نعم ومنافسة بينه المسيح بالخير راعي مخوفة زيد بن علي الشراب مري والمسيح اخواننا في دولة قطر ونقول لهم الناموس ويعلى ناموس دايم ان شاء الله استاهل ابو علي يعلى ناموس دايم استاهل ابو علي متعود على النواميس وتوفق الله يوفقه استاهل ايضا في شوط الاذاع مشاهدينا الكرام واللي حصل على شوط الاذاع شوط التميز ومن حصل على هذا الشوط خلاص يعتبر متميز في كل الاشواط هذول من المفرد لين حايل ملكة السن تميز يعني. ها ملكة السن اللي هي فيه ملكة السن اللي هي فيه في الخليج تعتبر صح واللي حصلت على المركز الاول في شوط الاذاع الصايمه المملوكه لناصر سعيد بن سويد المنصوري والنسبة 98% ما شاء الله عليها الصايمة
حضرت صامت اليوم افطر طعامك على زعفران نعم وناموس وعلى نعم تميز وناموس نعم صامت على شواطئ الشوط هذا نعم نمسي ابو سعيد ناصر بن سعيد بن سويد المنصوري ونقول له الناموس ناموس الصايمه وهذا طعامك اسم غني عن التعريف راعي البيرق العام واللي قبل العام نعم ونقول له الناموس ناموس بعد حق راعي البكره اللي وليها اللي هو البقمي سالم سالم بن عاضر هو اللي منتج لنا الناقه هذه يستاهل يستاهل فرحت لها اليوم طال عمرك دوله كامله اي والله ايش رايك بالملايين هذه النوم الراعيها واللي منتج لنا النوم الراعيها ناصر بن سعيد والنوم سالم بقمي ونقول لهم والناموس لكم انتم كلكم ناموس الجميع ناموس دوله الامارات نعم يستاهل بن سعيد والله يستاهل راعي البيرق اللي سنتين نعم على التوالي نعم والله يوفقها السنة بعد ويستاهل وإن شاء الله فاله التوفيق السنة. أيضا مشاهدينا الكرام في نفس الشوط الحاصل على المركز الثاني الزايدية المملوكة لضحيان حسن ألبو سباع الدوسري من المملكة العربية السعودية والنسبة 94% مبارك الضحيان حسن ألبو سباع الدوسري من المملكة العربية السعودية على حصول هذه النتيجة ونرجو منه مراجعة لجنة التشبيه علشان تثبيت الحلال. مسيه بالخير راعي الزايدية ضحيان الدوسري ونقول له الناموس وتستاهل والف الف مبروك ويعلها ناموس دايم. تستاهل. تستاهل راعي الزايدية وهي زايدة ما شاء الله عليها. زادت اليوم. نعم. أخذت الثاني في التميز والله يبارك لها إن شاء الله. نعم وايضا نسب عاليه يا جماعه في اشواط التميز مثل الصايمه 98 ايضا الشوط عالي ابو محمد الشوط عالي وضغط عالي ضغط نعم. عالي نعم والحلال اللي فيها عالي الصايمه من من من, من طاحت وهي الدوم ضغطها عالي هاي نعم دوم الاول يعني في الفورم يستاهل ويعلم دوم في الفورمه ان شاء الله الفورمه الله ان شاء الله يطول عمره ويعطيه الصحه والعافيه اللهم امين امين الله يوفقه ان شاء الله ان شاء الله ويعطيه الامان في داره اللهم امين على فرحته دائمه ان شاء الله امين ايضا مشاهدينا الكرام في المركز الثالث في نفس الشوط القايد المملوك العبود بخيت عوضان صالح المنهالي من الامارات والنسبه 93% ومبارك له ونقول له اعلنا ناموس دايم ونرجو منه مراجعة لجنة التشبيه لتثبيت الحلال مبارك له المسيح بالخير راعي القايد بوهيف ونقول له ناموس يا عبود بن بخيت بن عوضاني من هالي ويعلى ناموس دايم ان شاء الله والف الف مبروك ناموس لابو هيف ويعلى ناموس دايم استاهل الشباب المهتمين في الهوايه هذه نعم الله يوفقه ان شاء الله الله يوفقه ان شاء الله ويعلف له الناموس استاهل استاهل ايضا مشاهدينا الكرام بننتقل معاكم لشوط الثنايا أو شوط الثنايا ذهب من نصيب وحيده المملوكة لناصر سعيد بن سويد المنصوري والنسبة أيضا مثل خطة مثل الصايمة نسبة 98% واللي عندها مثل هذيلا ما هو بغريب عليه البيرق ما هو بغريب يستاهل بن سويد يعلن ناموس دايم نعم الرد ونمسيه ثاني مرة بالخير ونقول له الناموس وهو معودنا أن نمسيه في كل حلقة مرتين ثلاث يستاهل بالخير ويستاهل الناموس يستاهل نعم يعلن ناموس دايم إن شاء الله يا أبو سعيد وفرحة دايمة إن شاء الله له والعياله هزاع وسعيد والجماعة كلهم يستاهلون ويعلن ناموس دايم والنسب هذه العالية أيضا في نفس الشوط الحاصل على المركز الثاني معوضه المملوكة لعبد الله سالم سالمين المنالي والنسبة 91% من الإمارات طبعا مشاهدينا الكرام في فرق في الدرجات يعني فرق بسيط هو تقريبا 6 درجات أو 7 درجات فالحلال يعني كل الحلال هني قوي لكن في فرق في الدرجات ابو عبد الله في فرق اللجنه عم. هذا دليل على اهتمام اللجنه في الدرجات والكتيب وترقيم الحلال 100% نعم نعم مسي ابو سالم عبد الله بن سالم من هالي ونقول له الناموس يا له ناموس دايم يا راعي معوضه ورقم 2 طعامك في الشوط التميز
شوط قمة هذه نعم. يعني رقم اثنين ناموس كبير. اي والله نعم. يستاهلون يعلن ناموس دايم. فننتقل معاكم ايضا للمركز الثالث في نفس الشوط، المملوك لسيف بينونة، المملوك لسيف ثامر خلفان سيف المرر ومن الامارات والنسبة 98%. ايضا مبارك الراعي بينونة ونقول له على ناموس دايم سيف بن ثامر. مسيف الخير راعي بينونة ونقول له الناموس يا ابو ثامر، وبيض الله وجهك على المشاركة الطيبة وتستاهل الناموس. يستاهل. بننتقل معاكم مشاهدينا ومتابعينا للشوط الأخير في شوط المياهيم، شوط التميز، واللي حصلت على المركز الأول في هذا الشوط الشيخة المملوكة لمحمد عوض بن ناجي المنهالي من الإمارات والنسبة 98%. مبارك الراعي الشيخ ومبارك البن حسين، ونقول على ناموس دايم ولا هي غريبة عليها الشيخة. يستاهل. شيخة في رصيدها تقريبا حول 30 سيارة. نعم يستاهل راعي الشيخة اللي هو محمد بن عوض بن ناجي من هالي، راعي الشيخة والناجي كلهم نمسيهم بالخير ونقول لهم الناموس. ومثل ما قلت الشيخة غنية عن التعريف. الشيخة طال عمرك من أول مشاركة لها وهي في نواميس وفي سيارات وفي فوز، وناقة غنية عن التعريف. وان شاء الله انها في حلقه الليل ان شاء الله انها نوافيكم اكثر منها. اكيد وهي ما قد ذاقت الهزيمه من هي مفروضه. هذه بتكلم عن الناقه، هاي الناقه طال عمرك شيخه حق محمد بن عوض بن ناجي. هذه ناقه طال عمرك متميزه من فتره طويله. وانا يعني اذا بيسمح لي بخليها بعطيها اسم سميها كارثه المياهيم. والله كارثه هي. ويستاهل الاسم. ويستاهل والاسم في محله. اسم في محله صراحه. ناقه دوم شيخ شيخ ودائما بن حسين يقول يطالب في شوط تميز. استاهل والله ابو حسين مبارك له. والسنه الله اعطاه تحت له الفرصه واثق منها واثق منها. هذه كارثه في المياه. وانجز كلامه طال عمرك خلاص محمد سماها يستاهل راعي كارثه المياهيم. نعم يستاهل. هذه هي تستاهل الاسم. هذه يستاهل. ونحن نشكرك خليل على طرحك لهذا الاسم وهو يستاهل ابن حسينه. والشيخ انه مثله محمد بن عواض بن ناموس ويعلى ناموس دايم وله بغريب على الشيخه وهي مرشحه. نعم من احضارات وهي مرشح. ويستاهل. يستاهل ابن حسينه. ايضا مشاهدينا الشيخه ما قد انقلبت وفي كل شوط ماخذه شوطها متشيخه شوطها على شيخه وهي شيخه. نعم وهي شيخه. شيخه شوطها دو. تستاهل. بننتقل معاكم مشاهدينا مثل ما تشوفون مشاهدينا، شفتوا هذا الكرين احد المصورين قاعد يرتبون الكرين والتجهيزات علشان شوط البيرك اللي الكل ينتظره. اي والله. ونحن ان شاء الله بينونة بتوافيكم من الصباح من الساعه السادسه صباحا وحتى اعلان النتائج، وكاميراتنا منتشره في اراضي الظفره ومهرجان الظفره والتجهيزات. ونحن نشكر جميع الطاقم الفني على الجهود الجبارة اللي يبذلونها في هذا الشوط، شوط البيرق اللي الكل يعد له. البيرق يرف بالعالي وأهل المزاين يشوفونه. تهذيبه تهذيبه. كايد ما هو سهل لمنالي في وادينا عاوين ذيبه. الله الله. ما ترفع غير الأبطال يا واحد مرخين جيبه. جيبه إيبه. يرخص له الحال والمالي ويصير له من مكاسيبه. الله الله. يا بيرق الظفرة الغالي في قبضتك عزنا وهيب. ونحن طال عمرك البارحة سوينا طال عمرك أبيات في البيرق. خليل قبل ما ندخل على هذه الأبيات بس أنا بذكر الحاصلين على المراكز الثاني والثالث، لأن بندخل بنتعمق شوي في شوط البيرق. شوط البيرق ما هو بهين. حاضرين. أنتم ما لكم عذر اليوم مني. لا أبغى له وقت كبير. إيه خلوكم من حنا وغيكم. حاضرين. أشكركم. الحاصل على المركز الثاني في نفس الشوط مشعونة المملوكة مشعوفة. مشعوفة عفوا لأن مكتوب نون هاي كاتبينها غلط صححوها زين. مشعوفة المملوكة الحمد ضحيان بخيت المنهالي من الإمارات والنسبة 93%. مبارك له واللي دخل في شوط الشيخ وحصل المركز الثاني يعتبر الأول. ناموس المسيح بالخير حمد بن ضحيان راعي مشعوفة، ونقول له ألف ألف مبروك ويا له ناموس دايم إن شاء الله. يستاهلون يعلن ناموس دايم.
أيضا في نفس الشوط مشاهدينا الكرام الحاصل على المركز الثالث والنسبة 92% بينه المملوكة لمحمد سعيد علي سعيد المنصوري من الإمارات. نحن نبارك الراعي بينه ونقول له على ناموس دايم. يستاهل يستاهل راعي ناموس دايم. يستاهل بالخير ونقول له الناموس يا راعي بينه وبيض الله ويك على الإنجاز الطيب. والثلاث هذول متميزات خلاص سيطرا على كل في سنهن من الثلاث المتميزات يستاهلون ويعلن موسم دايم. طبعا مشاهدينا الكرام هذه كانت اشواطنا اليوم شوط التميز وايضا نحن نبارك لهم ونقول لهم يعلن موسم دايم وما زالت المنافسه مستمره ليوم غد ان شاء الله اللي هو يوم البيرق للمحليات والمياهيم. ونذكركم بالتغطيه مشاهدينا تغطيه خاصه عبر الشريك الإعلامي لمهرجان الظفرة قناتكم وقناة التميز في التراث بينونه. طبعا مشاهدينا الكرام بيكونون معي محللين إن شاء الله في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا وبيكون إن شاء الله تغطيتنا غير. قبل ما نختم مشاهدينا بندخل شوي في شوط البيرق وخليل البارح سوى أبيات لهالي البيرق وبنسمعها منك يا خليل لو تكرمت. يقول طال عمرك تنويه بعلنه وبقوله قوله على الهوى والعالم تشوف تنويه بعلنه وبقوله على الهوى والعالم تشوف اللي بالبيرق يطوله يوم المنصه حشده وقوف يكرب اجداده عذلوله والشارع المليون ويطوف شد النظر قبل السيوله ان كان تبغي تدحم الصفوف البيرق بخمسين جوله وتحكيم فردي وتحكيمهم فردي ومكشوف البيرق بخمسين جولة وتحكيمهم فردي ومكشوف وإن كان فزت بكل صورة بترفعه في عالي النوف. الله صح الله لسانك. كان فزت بكل صورة بترفعه في عالي النوف. صح الله لسانك. شو يقول بالنظر شيء بالنظر. شارع المليون. شد النظر قبل السيولة. أولى. إن كان تبغي تدحم صفوف. الله الله. هو صادق. النظر ما هو إلا سيولة. إلا سيولة. النظر بعده. زين بكره شوط البيرق والعالم تعدل شوط البيرق وانتم عارفين تتوقعون اليوم بتستوي مشتريات مثل السنين اللي فاتت؟ عم بيستوي ان كان اللي محتاج طال عمرك يعزز حلاله ويشوف عنده شيء من الخله اكيد انه بيشتري ويعزز حلاله وكلن طامح للبيرق كلن طامح للبيرق لكن اللي ما بيشتري يعني يشوف الحلال يتقارب كل سنه بعد سنه يتقارب النسب وكل شيء والحلال كله قوي لكن يبغي له تعزيز شوط البيرق يبغي له واحد من الحين انا اتوقع من اهالي ممكن يستوي مشترى عند البوابات لا انا اتوقع الحين يدورون يكدون الحلال وبالاتصالات ها يا فلان ها عندك كم للبيع محجوز تراه مره خلاص خالصه فلوسك والله طال عمرك شوط بيرق شوط قمه والناس تعد له طال عمرك من فتره طويله و اللي بيحصل على البيرق بكره يعني شوط ما هو عادي صراحه والله ما هو عادي ونحن نتمنى لهم التوفيق مشاهدينا نحن ما بنطول في الكلام مخرجنا تعطينا لقطه للشباب اللي يجهزون طبعا هذه المنصه وهذه الشبوك لتجهيز يوم البيرق الله يعينهم وهذه تجهيزات قناة بينونة للتغطية الخاصة لشوط البيرق الشوط اللي الكل يترياه نتمنى التوفيق لكل المشاركين ويعلف لهم الناموس وشوط البيرق يبغي له تعزيز ويبغي له مشترى كل سنة لازم تجدد في حلالك وكل سنة لازم تشد حيلك نحن نتمنى لكم التوفيق طبعا العام كان حاصل عليها في فئه المياهيم سيدي سمو الشيخ سلطان محليات عفوا سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل رئيس الدوله وفي فئه المياهيم حصل عليه ناصر بن سعيد بن سويد المنصوري الف مبروك وان شاء الله السنه نتمنى لهم التوفيق في المشاركه واكيد هم بيشاركون في هذا الشوط اللي كل سنه هم يشاركون فيه طبعا عده مرات من سنتين وهم ياخذونه نحن نقول فالهم الناموس إن شاء الله في أيام قد
وفال الناموس اللي بيشاركون كلهم، وكل من شارك في البيرق من اللي يدخل حلاله يعتبر متنومس. نشكر ضيوفنا في الاستديو محمد بن عبد الله السلمي العامري، وايضا مرشد الهذيلي المنصوري، وخليل بن مخيت المزروعي، وايضا راشد بن يابر المنهالي. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا بكره في شوط البيرق وتغطيه خاصه. خلوكم على قناتكم بينونة، ولا تنسون اليوم عندنا تحليل عن الاشواط في حظيرتنا في استديو مرابع الظفره. نشوفكم على خير. ربي عطاها من حسن زود روض يفوح بياسمينة، ساهيكم قلبه كله عن قود، زينه فوق الزين زينة، وربي عطاها من حسن زود، جنة فيها فيها ثمينة، دار الريوم الخرد الخود، مولد زعيمنا.